ازيكم يا شباب؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد جابر وفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب اتكلم فيه عن الادوات والبرامج اللي بيستخدمها صناع المحتوى. يعني انت اول ما تبدا على اليوتيوب كصانع محتوى او كيوتيوبر، هي البرامج والادوات اللي انت ممكن تستخدمها وتديك جوده فيديوهات احترافيه. بس قبل ما نخش نشوف الفيديو ونعرف التفاصيل، اتمنى منك انت تنزل دلوقتي تضغط على زر اللايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل جرس الاشعارات اهم حاجه عشان يوصلك الفيديوهات الجديده اول باول. يلا بينا نشوف الفيديو، واتمنى ان انتوا تكتبوا لي اقتراحاتكم في التعليقات. حابين تتواصلوا معايا، روابط حسابات السوشيال ميديا بتاعتي كلها في صندوق الوصف. يلا بينا نشوف الفيديو. زي ما احنا عارفين يا شباب، طبعا اول ما انت بتبدا ان انت تنشئ قناه على اليوتيوب بتحتار طبعا ايه هي البرامج والفيديوهات اللي انت هتقدمها. قبل بقى ما نخش في تفاصيل الفيديو دوت، خلونا نفتكر في الفيديو اللي فات اخر حاجه كنا اتكلمنا فيها اللي هي نوع المحتوى. ايه هو نوع المحتوى المناسب لك واللي انت هتقدمه واللي انت هتختاره؟ طبعا بعد ما بتختار بقى نوع المحتوى بيجي في دماغك فكره ايه هي البرامج طبعا اللي انت هتستخدمها والادوات اللي انت هتستخدمها في صناعة الفيديوهات دي. انا بقى النهارده جاي اقول لك على البرامج والادوات اللي انت ممكن تستخدمها اول ما تنشئ قناه على اليوتيوب. طبعا اول حاجه هنتكلم فيها وهي الادوات طبعا مهمه جدا، وهما حاجتين اتنين انا اقول لك عليهم لو انت اهتميت بهم كويس هتنتج فيديو احتراف. اهم حاجه تهتم بها الصوت طبعا اهم من الفيديو في كل حاجه، لان الصوت طبعا يعني الصوت هو النسبه الاعلى، لان الصوت لو في ناس مثلا ممكن تشوف الفيديو صوت بس وما تشوفوش الصوره، لان طبعا الصوت يعتبر اهم حاجه. فعشان تنتج صوت احترافي وعايز صوت طبعا تسجل صوت احترافي وصوت كويس وصوت واضح، لازم يعني الناس اللي هتشوفك، يعني مثلا الوقت وانا بتكلم ممكن يكون في اصوات حواليا، الاصوات ديت ما ينفعش حد يسمعها، لازم صوتي انا بس يكون واضح ونقي واللي يسمعني يسمعني انا بس، ما يسمعش اي اصوات حواليا تاني. طيب ايه هي بقى الطريقه اللي ممكن تعمل بيها صوت كويس؟ اول حاجه ممكن تسجل بيها وتديك صوت احترافي، وطبعا مايك سماعه الهاند فري. المايك بتاع الهاند فري ده يعتبر افضل مايك ممكن ان انت يعني تسجل بيه وتبدا بيه. طبعا مش عيب ان انت تبدا بالمايك ده لانه يعني مايك كويس جدا. طبعا انا قعدت حوالي يعني سنه ونص شغال بسماعه الهاند فري وكنت بنتج فيديوهات صوتها حلو كويس. طيب لو انت بقى حابب ان انت تشتري مايك، فانا انصحك ارخص مايك وافضل مايك هيديك جوده صوت عاليه، واللي هو مايكروفون بويا بي واي ام 1 واللي انا حاليا بسجل بيه. المايكروفون ده مايك رخيص، يعني سعره تقريبا بيبدا من 150 جنيه لحد 300 جنيه، وكمان صوته احترافي. وعلى فكره يا شباب الصوت اللي انا بسجله حاليا انا بسجله مش بعدل عليه ولا بعمل فيه اي حاجه، يا دوبك بتسجل كده وخلاص على طول. يعني المايك ده مايك احترافي هيديك صوت كويس. بس طبعا لو انت حابب ان انت تشتري المايك ده او تعرف عنه اي حاجه، هيظهر لك فوق في البطاقه فيديو للمايك ده، يعني قبل طبعا ما تتخدع وتشتري المايك ويطلع تقليد، لان المايك ده فيه منه اصل وفيه تقليد. فقبل ما تفكر تشتريه لازم تشوف الفيديو المقارنه اللي انا عملته على القناه، والفيديو ده هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف وهيظهر لك فوق في البطاقه. الفيديو ده مهم جدا قبل ما تفكر تشتري مايكروفون بويا. تعالوا بقى نتكلم في ثاني حاجه وهي التصوير طبعا ممكن انت يعني ممكن تصور فيديوهات بالكاميرا بتاعت الموبايل، وممكن انت تصور فيديوهات تصوير شاشه لو انت هتنتج فيديوهات من ديت او من دي. لو انت بقى هتستخدم تصوير الشاشه، فطبعا يعني الموبايلات الحديثه كلها بيكون عليها برنامج تصوير شاشه اساسي على الموبايل. لو البرنامج ده مش عندك انصحك ببرنامج ديكوردر، ده برنامج موجود على جوجل بلاي، برنامج مجاني وتقدر ان انت تستخدمه في تصوير الشاشه. وفي طبعا برنامج تاني اسمه موبيزن ممكن ان انت تستخدمه برده موجود على جوجل بلاي. لو انت بقى طبعا لو انت هتصور بقى بالكاميرا زي ما انا بصور دلوقتي، طبعا لو انت جيت تصور بالكاميرا الاساسيه المايك الكاميرا الاساسيه ما بتدعمش مايك خارجي. يعني دلوقتي لو جيت اصور بالكاميرا الاساسيه المايك اللي انا بسجل منه ده مش هينفع يشتغل، لان الكاميرا الاساسيه ما بتشغلش غير المايك الداخلي بس اللي هو مايك الموبايل. فطبعا انا دلوقتي هسجل ازاي؟ فلازم تنزل برنامج اسمه اوبن كاميرا. برنامج اوبن كاميرا ده هيديك صوره، طبعا انا بصور بيه حاليا، بيصور لك باستخدام كاميرا الموبايل، وكمان بيقدر ان هو يدعم اي مايك خارجي. يعني برنامج روعه بمعنى الكلمه، وهيديك صوت يعني هيديك صوت وصوره مع بعض. تعالوا بينا بقى نشوف دلوقتي البرامج الثانيه وهي برامج المونتاج والفوتوشوب. طبعا التسجيل الصوت ممكن ان انت تسجل باستخدام برنامج اوبن كاميرا زي ما انا بسجل دلوقتي بصور صوت وصوره بيه. ممكن طبعا ان انا اسجل بالمسجل بتاع الموبايل اللي هو المسجل الصوت لو انا اسجل صوت بقى. انما بقى لو انت عايز برنامج فوتوشوب او برامج مونتاج، فانا اقول لك برنامج المونتاج الافضل واللي كل الناس بتستخدمه على الموبايل كيم ماستر. ده يعتبر افضل
افضل تطبيق للمونتاج حرفيا، والبرنامج ده يعني فيه مميزات خرافية بجد، برنامج روعة موجود على جوجل بلاي. وطبعا هي مشكلة البرنامج حاجة الوحيدة العلامة المائية واللي ناس كتير بتشتكي منه. لو حابين نتكلم عنه اكتبوا لي تحت في التعليقات، والبرنامج ده اقدر يعني لو انتوا حابين ان انا اجيب لكم نسخة بدون علامة مائية. تعالوا بينا بقى نشوف برامج الفوتوشوب واللي يعتبر اخر حاجة احنا بنستخدمهم على الموبايل. برامج الفوتوشوب اللي بستخدمهم اول برنامج بيكس ارت برضو موجود على جوجل بلاي، ومعاه برنامج تاني اسمه بيكسل لاب. بس طبعا انا اقول لكم انا بستخدم البرنامجين دول لسبب، لانه طبعا برنامج بيكسل لاب ده تقدر ان انت تضيف منه اشكال على الصورة، وتقدر ان انت تضيف اي ايموجي انت عايزه، كمان تقدر ان انت تضيف الكلام او تكتب يعني نص على الصورة بالشكل اللي انت عايزه. انما بيكسل ارت مفهوش يعني ايه اضافة الكلام ولا الكلام ده، لكن هو طبعا في المونتاج في تعديل الصور برنامج احترافي، في قص الصور برضو ان انت تدمجها مع خلفيات برنامج كويس جدا. يعني البرنامجين الاثنين بيكملوا بعض. طب كده يا شباب نكون ان احنا خلصنا كل حاجة تخص الموبايل من برامج تصوير وبرامج مونتاج وفوتوشوب. تعالوا بينا بقى نخش على الكمبيوتر ونعرف ايه هي الادوات اللي انت ممكن تستخدمها على الكمبيوتر. الادوات يا صاحبي طبعا البرامج اللي انت ممكن تستخدمها على الكمبيوتر، اول حاجة هنبدا فيها برامج التصوير. طبعا الكمبيوتر المميز فيه ان برامج التصوير يعني بتكون برامج تصوير ومونتاج مع بعض، يعني في برامج بتمنتج وتصور وتسجل صوت مع بعض. يعني انت بدل ما تنزل 3 برامج زي الموبايل كده هتنزل 3 برامج لكل حاجة، لا على الكمبيوتر ممكن تنزل برنامج واحد هيعمل لك 3. ومن اهم البرامج اللي بتعمل الحاجات دي كلها برنامج فيلمورا 9. فيلمورا 9 ده واحد من افضل برامج المونتاج، برنامج سهل ومجاني، غير كده بيديك يعني جودة فيديوهات محترمة، وغير كده كمان يعني بيطلع لك فيديوهات بشكل احترافي كأنك بتستخدم برنامج زي ادوبي بريمير واللي هنتكلم عنه كمان شوية. يعني برنامج فيلمورا ده افضل برنامج مونتاج، وكمان بيستخدم في تصوير الشاشة، وكمان ممكن تعمل من خلاله بث مباشر. يعني شوف بيديك 3 مميزات مع بعض. لكن طبعا مشكلة البرنامج ده وهي العلامة المائية اللي بتظهر في الفيديو كله، وطبعا يعني دي لها حل طبعا هبقى اتكلم عنها في فيديو تاني. البرنامج تاني واللي بيعمل نفس وظيفة برنامج فيلمورا لكنه للأسف فيه صعوبة شوية، وغير كده البرنامج ده بيحتاج تسجيل دخول، ويعني بيطلب منك حاجات كتير، وطبعا بيحتاج تفعيل، ودي طبعا مشكلة بتقابل ناس كتير. هو برنامج كامتازيا ستوديو. كامتازيا ستوديو في منه نسختين، في كامتازيا ستوديو 9 وفي كامتازيا ستوديو 8. بس طبعا كامتازيا ستوديو 8 ده بيشتغل على اصدار 32 بت، انما لو عندك 64 بت ممكن تستخدم كامتازيا ستوديو 9. بس طبعا البرنامج في النهاية بيحتاج تفعيل، ودي طبعا مشكلة برضو بتقابل ناس كتير. يعني البرنامجين الاثنين بتوع المونتاج في المورا وكامتازيا الاثنين دول يعني بيحتاجوا تفعيل، وطبعا يعني كل برنامج فيهم في طرق معينة لطبعا حل مشكلة التفعيل دي. تعال نخش بقى على اخر برنامج واللي يعتبر افضل برنامج حرفيا للمونتاج لكنه طبعا اصعب من البرنامجين اللي فات، هو برنامج ادوبي بريمير. ادوبي بريمير ده افضل برنامج حرفيا للمونتاج، وطبعا بيستخدم في عمل المسلسلات والافلام والاعلانات، يعني برنامج احترافي بمعنى الكلمه. بس البرنامج ده لو انت لسه بادئ في اليوتيوب اول ما تفتحه البرنامج ده ممكن يصدمك، ممكن ان انت تكره المونتاج حرفيا بسببه، لان البرنامج ده يعني غايه في الصعوبه، كله طبعا برنامج معقد وفيه خصائص كتير وحاجات كتير معقده، يعني ممكن انت ما تعرفش تعمل من خلاله فيديو، لان طبعا بيحتاج تدريب طويل، يعني بتحتاج ان انت تجرب على اكتر من فيديو ان انت تظبط. طبعا برنامج صعب زي ده، بس طبعا في النهايه ده برنامج احترافي وما نقدرش ان احنا نقول اي حاجه عليه، ان برنامج روعه بمعنى الكلمه. بس انت طبعا لو عايز تبدا في المونتاج، وطبعا يعني تبدا بمونتاج احترافي ويكون برنامج سهل، في المره افضل برنامج للكلام ده كله. تعالوا نتكلم بقى دلوقتي عن برامج تسجيل الصوت. الصوت للاسف على الموبايل ممكن ان انت تسجل باستخدام المسجل الاساسي، انما على الكمبيوتر مفيش مسجل، لازم تسجل باستخدام برنامج. والبرنامج الاسهل اللي هرشحه لك طبعا وبيعمل تاثيرات للصوت، كمان تقدر تقص اجزاء من الصوت من خلاله، برنامج اوديوسيتي. اوديوسيتي ده برنامج روعه بمعنى الكلمه، وبرنامج كمان حجمه صغير، ويعني برنامج، وغير كده فيه كمان اللغه العربيه، يعني تقدر تستخدمه لاكثر من حاجه، وكمان تقدر ان انت تستخدمه في قص الفيديوهات واضافه التاثيرات والفلات. لو عايز بقى برنامج زيه بس احترافي كمان، ادوبي اوديشن. ادوبي اوديشن ده طبعا كل برامج ادوبي برامج روعه، بس طبعا للاسف برامج صعبه شويه. طبعا ادوبي اوديشن هو برنامج صعب الى حد ما، بس طبعا يعني هو مش صعب قوي، بس يعني لو انت لو دخلت وسجلت من خلاله وبدات ان انت تحط فلترات وتاثيرات هتعرف البرنامج وهتحفظه. طبعا البرامج
البرامج دي كلها عندي على الكمبيوتر. وبرنامج سهل شويه يعني، مش زي طبعا اوديو سيتي، لان اوديو سيتي اسهل طبعا. هو برنامج كويس وبيدي جوده صوت احترافيه بجد. طبعا انا بستخدمه في تقطيع الصوت ولو هحط فلاتر او تاثيرات على الصوت. بالنسبه بقى للبرنامج الاخير، برنامج الفوتوشوب اللي هو اروع برنامج فوتوشوب، ادوبي فوتوشوب. ده يعتبر افضل برنامج للفوتوشوب تقدر تنزله. طبعا هو برده من سلسله ادوبي. ادوبي طبعا يعني شركه بتنتج يعني فيها برامج كتيره جدا واستخداماتها واستخداماتها كتير، لكنها برامج روعه بمعنى الكلمه. طبعا برنامج ادوبي فوتوشوب وبرنامج يعني من افضل برامج الكمبيوتر لعمل الصور، برنامج روعه بمعنى الكلمه. وطبعا البرنامج برامج ادوبي كلها يا جماعه مدفوعه، يعني انت لازم تشتريها، وطبعا بتحتاج اجهزه قويه. فطبعا لو حابين ان نتكلم عن اي حاجه من البرامج اللي انا شرحتها النهارده اكتبوا لي تحت في الكومنتات. طب كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله الفيديو الجاي يا شباب هبدا اول شرح عملي، وهتكلم عن كل حاجه في اللي انا اتكلمت عليها النهارده لوحدها في فيديو. يعني المونتاج هيكون لفيديو معين، والفوتوشوب فيديو لوحده، وطبعا التصوير والتسجيل هيكون لهم فيديو معين. الفيديوهات الجايه يا شباب من السلسله ديت هتكون بتكمل بعض. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، اهم حاجه تفعلوا جرس الاشعارات عشان الفيديوهات الجديده توصلكم. شكرا لكم على المشاهده، كان معاكم محمد جابر، سلام عليكم.